مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. طبعا في البداية بنعتذر لحضراتكم على اللي حصل امبارح خلال الحلقة، طلعنا فاصل ما رجعناش للأسف لأن الظروف كلها كانت خارجة عن إرادتنا. كان الموضوع بسيط في الحقيقة، عبارة عن ماس كهربائي، كان الموضوع لسه في أوله وإحنا على الهواء قاعدين، وكان معايا أستاذ خالد عامر الصحفي بموقع أس الأسبانية، وكنا بنتكلم في الحياة في العموم وعن النادي الأهلي وكل حاجة، والأمور كانت كويسة مفيش مشكلة، لكن ببساطة جدا لأن الكلام كتير طلع على المشكلة اللي حصلت امبارح، هي مشكلة خارجة عن الإرادة تماما. الموضوع ببساطة، احنا قاعدين عبارة عن حاجة وقعت ورا الديكور اللي على شمالي ده، زي لمبة كده مثلا، أكيد سخنة طبعا لأن كانت منورة، مسكت في حاجة تانية، حصل ماس كهربائي، الموضوع كان ابتدى يكبر، كل ده واحنا على الهواء في الحقيقة برضه. بس هو موضوع اتلم، احنا قاعدين نتكلم لقيت الناس بتجري ورا الكاميرا، انا استغربت قلت الناس دي بتعمل كده ليه؟ احنا مش على الهواء يا جماعة ولا احنا في ايه المشكلة؟ لكن طلع الموضوع كان عبارة عن ماس كهربائي، وفي الحقيقة إدارة القناة طلعت بيان امبارح بالليل بعد هذه المشكلة، ومشكلة وعدت الحمد لله، ما قدرناش ان احنا نطلع بالليل من خلال برامج القناة، وكان في إصرار بالمناسبة من رئيس القناة ان تطلع البرامج بشكل طبيعي، منع للقيل والقال اللي كان بيحصل امبارح على السوشيال ميديا وبعض الأخبار اللي نزلت عن قناة النادي الأهلي، والقناة بالتحديد الأمور فيها ماشية بشكل كويس جدا، وكل ما قيل هو مجرد إشاعات واجتهادات. في الحقيقة احنا دايما بنطلع ندافع عن أخبار النادي الأهلي والأخبار اللي بتتكتب عن النادي الأهلي، المرة دي احنا طالعين بندافع عن قناة النادي الأهلي، وحقيقي فعلا مفيش أي مشكلة خالص، الأمور عادية وبسيطة، واحنا متواجدين معاكم اهو على الهواء حلقة جديدة من كلام في الميديا، وهنستمر معاكم. امبارح طبعا بعد ما كان في إصرار ان يكون في برنامج الساعة 11 بالليل مع زميلي العزيز الكابتن إسلام الشاطر، رئيس القناة أيضا فضل ان ما يكونش في البرنامج ده حفاظا على صحة العاملين في القناة واللي موجودين في البلاتو، لان كان في دخنه في الحقيقه شويه ناتج عن هذا الماس الكهربائي، لكن الامور الحمد لله عدت، مفيش اي اصابات ولا اي خسائر، والدنيا زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الدنيا كويسه جدا الحمد لله. ازمه وعدت، هتفضل قناه النادي الاهلي دايما في المقدمه، هتفضل تغطي كل اخبار النادي الاهلي بشكل مستمر. النهارده في برامج اعتقد بعديها في كلام في الميديا، لا بعد كلام في الميديا يعني في الاهلي الليله، بعد كده بالليل اعتقد في ملك وكتابه طبعا، هذا البرنامج الهام جدا في ملعب الأشبال كمان. طيب فعموما الدنيا كويسة الحمد لله. طيب